السيستميك نومنكلتشر اوف الفاتي اسيد، ازاي اسمي الفاتي اسيد؟ عندنا اي فاتي اسيد بينتهي بكلمة اويك، لو انا شغال ساتوريتد اسيد هيبقى نهايته ان اويك، لو شغال ان ساتوريتد فاتي اسيد هيبقى نهايته ان اويك. برقم منين؟ برقم من ناحية الكربوكسيل جروب، فعندي الكربوكسيل جروب هي الكربونة رقم واحد، الكربونة اللي جنبها بتبقى الفا كربون اتوم رقم اتنين، اللي جنبها بيتا كربون اتوم رقم تلاتة، اند يمشي للاخر خالص لحد ما يوصل للميثايل جروب، الكربونة بتاعتها بسميها بي الاوميجا كربون اتوم او الان كربون اتوم طبقا للنمبر اوف الفاتي اسيد اللي قدامي. وبالتالي هيكون عندي نهايتين، نهاية أولانية تجاه الكربوكسيل جروب اللي جنبه كربونة رقمها ألفا فبسميه بالألفا إند، والنهاية التانية اللي هي الميثايل جروب اللي الكربونة بتاعتها اسمها أوميجا فبسميها أوميجا إند. طيب لو أنا عندي بقى دبل بوند، فالإنديكيشن و لمكان وعدد الدبل بوند بسميه بالدلتا. يعني فرضا لو قال لك دلتا 9 معناها ايه، هقول له دلتا 9 معناها ان الدبل بوند ما بين الكربونه رقم 9 والكربونه رقم 10 في الفاتي اسيد لما بعد من ناحيه الالفا اند. لكن لو قلت اوميجا 9، اوميجا 9 هتبقى عبارة عن الدبل بوند على الكربونة رقم 9 لما بعد من ناحية الاوميجا كربون اتوم. التايبس اوف الفاتي اسيد، انواع الفاتي اسيد، عندنا الانواع بتقسم طبقا للنمبر اوف الدبل بوند. اول نوع بالنسبه لي اللي هو الساتوريتد فاتي اسيد، الساتوريتد فاتي اسيد نو دبل بوند، ما عندوش دبل بوند، بيعتمد على اول واحد بالنسبه لي اللي هو الاسيتيك اسيد اللي بيكون من 2 كربونه لحد ما يكبر الى ان يصل الى الواكس او الشمع. الشكل الفراغي بتاع الساتوريتد فاتي اسيد هو عباره عن ايه؟ الساتوريتد فاتي اسيد زي ما انتم شايفين كده CH2 مكررة وينتهي بالكربوكسيل، فالتشين بتاعت الساتوريتد فاتي اسيد بتكوني زجزاج باترن، وبالتالي نو ايزومر موجود عندي. الان ساتوريتد فاتي اسيد، الانساتوريتد فاتي اسيد هي عبارة عن او بتحتوي على واحد او اكتر من الدبل بوند، بقسمها طبقا للديجري اوف الانساتوريشن الى مونو انساتوريتد فاتي اسيد او مونو انويك اسيد بتحتوي على دبل بوند واحده، بعد كده بولي انساتوريتد فاتي اسيد او بولي انويك اسيد بتحتوي على اتنين او اكتر من دبل بوند، الايكوزانويد اللي هو بيحتوي على 20 كربونه اللي هي الايكوزا بولي انويك فاتي اسيد زي مثلا البروستاجلاندينز. للستيريوكيمستري بتاع الانساتوريتد فاتي اسيد، انا هنا بقى عندي دبل بوند فبقى عندي ايزوميريزم هيحدث نتيجه لايه؟ نتيجه للاورينتيشن الحركه بتاعه الاتوم او الجروب اراوند ذا الاكسس اوف الدبل بوند. عندي شكلين للايزوميريزم، السيس والترانس. بالنسبه للسيس الاسايد تشين بيبقى في سيم سايد اوف ذا بوند فبيديني شكل اليو شيب، لكن وده طبعا الموست ناتشرالي اوكيرنج الموجود في الوضع الطبيعي في داخل الجسم. لكن الترانس بيبقى الاسايل تشين اون ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بوند وبيديني شكل ال ال شيب. عمليه الدايجيشن والابسوربشن اوف الليبيد،
عمليه الدايجيشن والابزوربشن اوف الليبيد ده في الاول الوجبه الغذائيه بتحتوي على 90% منها تراي جلسرايد. في مشاكل بتعرض لها اثناء عمليه الدايجيشن وابزوربشن ان الليبيد زي ما احنا قلنا في الاول اللي هو ان سولابل ان ووتر، ما بيدوبش في الميه، وبالتالي محتاج ان انا اعمل له حاجه بحيث ان انا اقدر اعمل له عمليه هضم وامتصاص. هنبتدي بالبارت الاولاني اللي هو الدايجيشن اوف الليبيد. عندنا الدايتوري ليبيد بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على التراي جليسرايد او التراي اسايل جليسرول، الكوليسترول، الفوسفوليبيد، الكوليسترول استر، والفات زولابل فيتامين. يبقى دي المكونات اللي انا ممكن الاقيها في الوجبه الغذائيه اللي بتحتوي على الليبيد. الفكره ماشيه ازاي؟ انا عندي زي ما احنا اتفقنا ان في عمليه الدايجيشن في عندي ماوس، ستومك، سمول انتستين، هما دول المسؤولين عن عمليه الدايجيشن. في البدايه عندي الماوس، الماوس فيها حاجتين، الحاجه الاولانيه هي عباره عن التيس او الاسنان، وظيفتها ان هي بتعمل عمليه شوينج او مدغ عشان تكسر لي المركبات اللي قدامي. بعد كده عندي السلايفا، السلايفا بيبقى موجود بعض الدايجستيف انزايم زي لينجوال لايبيز، وظيفته بيعمل ايه؟ بيعمل دايجست للشورت والميديوم تشين اوف الفاتي اسيد فقط لا غير، وبالتالي نو دايجيشن ان ذا الماوس بالنسبه للليبت. بعد كده هننزل على الاستومك، الاستومك اسيدك ميديا هيبقى موجود فيها انزايم بيسمى بجاستريك لايبيز، وظيفته دايجست للشورت والميديوم تشين اوف الفاتي اسيد، وبالتالي نو دايجيشن اوف الليبيد ان ذا استومك. هيعمل لي او هيكون لي الليبيد دروبلت، حبات من الليبيد. هينزل على السمول انتستين، السمول انتستين جنبها الجول بلادر، الجول بلادر هتفرز بقى العصارة الصفراوية بتاعتها او البايل اسيد. البايل اسيد دي هتعمل لي عملية امالسيفيكيشن، هتخلي لي الفات دروبلتس اللي هي حبات الفات الكبيرة قوي ديت تكسرها الى حبات صغيرة. بعد ما تكسرها لحبات صغيرة هتيجي تلات انزيمات يشتغلوا عليها. الانزيم الاولاني جاي من البنكرياس اسمه بنكرياتيك لايبيز، وظيفته ان هو هيكسر التراي اسايل جليسرول اللي موجود عندي لمكوناته او المونيمرز بتاعته. بعد كده الانتستاينال انزايم اللي هم عبارة عن الفوسفولايبيز والكوليسترول استريز اللي هيكسروا لي الفوسفوليبيد او الكوليسترول استر، فهيتكون المركبات الناتجة من هذا التكسير اللي هم عبارة عن الفري فاتي اسيد، الاتنين مونو اسايل جليسرول، الكوليسترول، الفوسفوليبيدز، كلهم محاطين بالبايل اسيد، فسميت هذا المركب بالمايسيل. يبقى اذا انا عندي في حاجه اسمها ماينور دايجيشن اللي هي بتتم في الماوس. قلنا ان انا عندي في الاول في فيزيكال اكشن نتيجه للاسنان عن طريق عمليه الشيوينج، ثم بيبقى موجود انزيم بيسمى باللينجوال لايبيز، وظيفته ان هو دايجست الشورت اند الميديوم تشين اوف الفاتي اسيد. بعد كده في الاستومك عندي جاستريك لايبيز بتعمل لي شورت او بتكسر لي الشورت والميديوم تشين اوف الفاتي اسيد، ونقطة مهمة جدا بالنسبة لي بتكون لي الليبيد دروبلت او حبات الفات. الميجور دايجيشن هو عبارة او موجود في السمول انتستين، عندنا طبعا بايل سولت بيعتبر كإمالسيفاير اوف الليبيد، بتكسر لي اللارج فات دروبلت انتو سمول فات دروبلت. بعد كده عندنا ثلاث انزيمات، الانزيم الاولاني جاي من بنكرياس فبسميه بنكرياتيك لايبيز، هو فات دايجستيفنج انزايم، وظيفته ان هو بيعمل دايجيشن للترايجلسرايد ويحولها او يكسرها للفاتي اسيد زائد 2 مونو جلسرايد. بعد كده عندنا 2 انتستاينال انزايم، واحد الاولاني كوليسترول استريز اللي هو دايجست للكوليسترول استر عشان يديني الفري كوليسترول، والفوسفولايبيز هيعمل لي دايجيشن للفوسفوليبيد.
وبالتالي بقى موجود عندي دلوقتي الاند برودكت هي عبارة عن الفاتي اسيد 2 مونو جليسرايد الكوليسترول والفوسفوليبيد، كل دول محاطين بالبايل سولت، فسميت المركب اللي قدامي ده بالمايسيل. يبقى اذا المايسيل هي عبارة عن ليبيد بايل سولت كومبلكس.